Mosaïque FM. تبع الموجة. سعد جدا باستقبال السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة. مرحبا بك سيد الوزير. أهلا وسهلا. شنحويل الصابة ساعة كيف يقولوا هما الفلاح، شنو صابتنا سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صابتنا كما يعرف الناس كل الحمد لله صابة مليحة. ظروف الجمع لحد أمس ماشية لباس. علاش لحد أمس؟ لأنه تحصب شوي مطر في الكاف وفي سليانة. بقى إن شاء الله على كل حال مازلنا ما شفناش إذا فما أضرار ولا لا، ولكن نتمنى أن ما تكونش كبيرة إذا فما. ثم كذلك صار لنا إضراب في مجال النقل. إضراب شركات النقل، نقل الحبوب، معناتها الإضراب هذا اللي مفاجئ يظهر لي. نعم هو مفاجئ، لأنه من غير سابق إعلام، اللي هذا مخالف لكل التقاليد. معناها خاصة حتى في قانون الشغل بالنسبة للعمال، مش من حقهم يضربوا بدون ما يعلموا، فما بالك إذا كانوا أعرف. لأنه إحنا للأسف الشديد اللي عاملين إضراب ما همش العمال، ولكن الأعراف اللي عندهم نقابة تابع اتحاد الصناعة والتجارة، واللي إحنا مستغربين. وحتى طلبت السيدة رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وما كانش عندها خبر أصلا، فهذا عمل مستغرب جدا. وإحنا بدينا ناخذه في معناها في الإجراءات، واتصلت بسيد وزير الدفاع وباش نحاول نحط إمكانيات متاع النقل، لأنه مش معقول يقع ابتزاز التوانسة. أنا ما نقولش ابتزاز وفلاحة ولا ابتزاز معناها ديوان الحبوب، بل هو ابتزاز التوانسة، لأنه إحنا الحمد لله عنا صابة مليحة. ومش معقول أي جهة كانت تستغل هذا الموقف، لأنه إحنا في حاجة للنقل، في حاجة أكيدة للنقل. حتى لو ضافرت كل الجهود عنا صعوبات في النقل، فما بالك إذا جهة مهمة تخل بواجبها في هذا الأمر. ثم أكثر من ذلك يطالبوا بزوز حاجات مش معقولة على الإطلاق. عمناول الزيادة كانت 3.5%، رغم اللي من عمناول 2011 الآن موقع الزيادة في المازوت، يطالبوا بزيادة 30%، واللي يطالبوا به كذلك واللي هو مش معقول إطلاقا، هما يرفضوا باش نوزلوا عليهم 30% في النقل. زيادة إيه؟ نعم سيدي. ما على كل حال الخبز يزم تولي 30% أظن إذا تبعناهم. طبعا إحنا مش مستبعوهم، ولكن اللي أغرب من ذلك مطلبهم من المعوج الآخر هو أنه رافضين أنه نوزلوا عليهم في الخروج ونوزلوا عليهم في الدخول. معناها صدق الله العظيم اللي نحطه لهم يجيبوا هنا، يجيبوا النص، يجيبوا الربع. فإحنا يعني كلام ما هوش معقول على الإطلاق، خاصة إذا يجي من نقابة كما نقابة النقل اللي هي تابعة الأعراف وما هيش نقابة عموم. هي ما تابعة الأعراف وسيدة وداد بوشميم في بلهاج، دونك الحكاية شنين معناها جراف سوفاج كما يقولوا، معناها هذا إضراب وحشي هكا يسمونه الكل. لا أما شنو معناتها كي مثلا يهز ترناطة قمح وما يزمش يزنوها كي يوصل معناتها؟ أي معناها إذا صار ضيعة ثنية، وإحنا قاعدين نشوفه للأسف، فما برشا كوامن تمشي في الطريق وهي تشرول كما يقولوا، فهذا مسؤولية شركة النقل طبعا. ثم إذا وقع نقص لسبب أو لآخر، لأنه الناس ما هيش ملايكة، فكذلك يحبوا هذا أمر ما يقعش حصره ولا التثبت منه. هذا كذلك مسألة ما هيش معقولة على الإطلاق. يظهر لي احنا قاعدين نسمع للسياحة امورها ماشية 100%، والفلاحة امورها هو يقول لك اقتصاد تونس اقتصاد فراجيل لانه يعمل على السياحة والفلاحة، ولكن خلنا احنا صناع عام نشيخو به اللي هو السياحة ماشية والفلاحة ماشية. معناتها ليه هاو جايك سؤال سيد الوزير، معناتها الدنيا باش ترخص، معناتها الخضرة والدنيا ماشية باش ترخص، معناتها هي رخصت وكملت، هي رخصت وكملت. واحنا الآن احنا عندنا الآن أزمة رخص شديد في بعض المواد، يعني وقت اللي في المواد الغذائية، المواد الغذائية، المواد الغذائية طبعا هي المواد الفلاحة، ما نحكيش عن ملابس. وقت اللي نسمع في نابل 4 كيلو طماطم بدينار، هذايا فيه مشكل على مستوى الإنتاج، لأنه هذا للأسف ما يغطيش كلفة الإنتاج. لأنه اللي نقوله 4 كيلو بألف هو بعد اقتطاع معناها نسبة الربح متاع التجار، وبالتالي معنى ذلك أنه الفلاح باع أقل بكثير من هذا، وهذا يسبب مشكلة. وهك علاش مش ديما يزمنا نفرحوا وقت اللي الأسعار تيح برشا. دونك بالنسبة لرمضان سيد الوزير، نعم
معناتها البيض وغيره وغيره وغيره، معناتها انتم عندكم رصيد، هل عاملين حساب معناتها وتعرف لهفة التونسي وخوف ودنيا كل، عاملين حساب باش ما يصيرش نقص سوفاج في الـ في الـ في المواد الغذائيه في رمضان؟ اي عاملين حساب. احنا عندنا حتى المربين نتاع الدجاج فاجئونا مفاجأة جيده، لان في البدايه تقعصوا في تخزين كميه المطلوبه منهم معناها رمضان، وعملنا حسابنا على انه في احسن الحالات باش يقع تجميع فقط 40 مليون من 55، وعملنا طلب ل 15 مليون اضافيه من الخارج. الان المخزون 47 مليون، فبالتالي عندنا معناها 7 ملايين اضافه للي كنا نتصوره انه قادرين على تجميعه. فالان وصلنا 47 مليون، ربما نوصل قبل رمضان حتى الخمسين مش مستبعد، وبالتالي ما نكون في حاجة الاستيراد إلا الخمسة ملايين فقط. فهذه في حد ذاته مسألة جيدة، فمعناها ساعات يكون عنا مفاجأة صار من هذا القبيل. واضح. السيد وزير الفلاحة سيد محمد سلم مقعد معنا بعد شوي باش نسألوك على التصريح البارح قمت به جريدة الأسبوعي، اللي قلت اشتعقت نادرة صحفية باش تكشف ملف فساد بخصوص البحث العلمي. افهم ال البحث ما عقدش نادرة صحفية، باش تعقد معنا باش تعملها اليوم. اي لا معناتها نقلعوش شوية معلومات من عندك، البحث يجيب في البحث العلمي كما تقول. كنا دونك حكينا قبل الفاصل على ندوة صحفية ستعقد لكشف مزيد من ملفات الفساد. كل مغارة هذه قد ما تجبد تلقى معناتها سيد الوزير، وقتاش مش تسكروا ملف الفساد في وزارة الفلاحة معناتها؟ على كل حال الحقيقة شفت الخبر هذا، أنا ما قلتش باش نعمل ندوة صحفية، قلت باش نطلع الرأي العام على الملفات، وهذا ما عدتش به الآن، وعدت به في الندوة الصحفية السابقة. فرصة سعيدة ها ورأي العام يسمع فيك، تفضل. ما زلت الملف جاهز، ولكن قلت أنه مثل ما قلت في البداية أنه فما 30 ملف طلعوا منهم 11-12 ملف أعلناهم للرأي العام، وقلت أنه باش يقع تباعا كل من يجي ملف معناها مهم نعلم به الرأي العام. وفعلا للأسف عنا معناها ملف ربما الأسبوع المقبل يكون فيه معناها إعلام إذا كان كملوا المتفقدين من شغلهم وأعطونا خلاصنا توصلوا. الملف يهم البحث العلمي، ما فهمناش بمعنى معناتها اللي هو عنا احنا كذلك معاهد للبحث العلمي في الفلاح، ما عندوش علاقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يعني ما فهمناش شنو ينجم يكون فساد في البحث العلمي. معاد كي تجي التفاصيل تشوف. معناتها يغشوا في معادلات. لا بحث علمي لا في كي نقولوا فساد نقولوا ما ميزانيات. ايوه ميزانيات واموال كانت المفروض معناها تتصب في مشاريع وقاعد تلعب بها، وهذا ان شاء الله التفاصيل تجي في باش نحكي شو على وزارة الفلاحة. خصصتوا مبلغ كبير لتعويض خسائر الفلاحين بعد الفيضانة الأخرى، لكن بعض غير راضي على التعويضات ويقول أنه الخسائر كانت أكبر برشا من قيمة التعويضات. أنا سبق وأعطيت الأرقام. الأرقام اللي عوضنا الأرقام بالهكتار. يعني عندما نقارن في 2003 صارت فيضانات وصارت تعويضات، ساعات معناها دو سامبلو كوادريبل، ساعات 4 مرات أكثر من اللي وقع عليه قبل. قبل كانوا فقط يعوضوا على التكلفة الخسارة، احنا السنة مشينا عوضنا على نص ما يمكن ان يترقبوا فلاح من الحقل متاعه، اللي هو فرق كبير ياسر. فانا قلت لك فما اشياء كانت يتعوض عليها 300 دينار، احنا معناها في التعويض كحسبنا 50% ياخذ 1.5 مليون، معناها 5 مرات اكثر في الهكتار. فأنا لو كنت مش عارف مش تسأل السؤال راني جبت لك راني جبت أمثلة وحقيقية. فبالتالي أنه كثير من التوانسة كل وين الدولة تعطي تعويضات ولا إعانات ديما شوية، فإذننا نعرف أن هذه أموال التوانسة الكل، وأنه الجهة المستأمنة باش تعوض إذنها تعوض أولا الناس اللي فعلا ضروا وموش ابن عمهم وجيرانهم من سيتويت. فمش كون ظاهر انه الضرر معناتها ولا حتى اسمه انه الضرر وما ضرر. طبعا فما برش طبيعي، فما برش طبيعي هكا ما قلتش تونسي، الطبيعة البشري البشري. واضح به. باش نحكي شوية على السياسة. انت على مؤتمر حركة النهضة، انت كنت عضو بمجلس الشورى سابقا في حركة النهضة. كنت في برشا بلايص. اي معناتها المؤتمر فمش كون لخص وقال المعسكر القديم والشباب الزاحف، معناتها فما صراع كبير رغم اللي الناس يقولون انه معناتها في
اتجاه انه سيد راشد الغنوش يعاود يتجدد، ولكن قد يخفي المؤتمر مفاجآت، وقد يخفي صراعات، وقد يخفي غيره. معناتها شنو تعلق ساعة الكلام الناس يقولوا انه في اتجاه حل وفاقي انه سيد راشد الغنوش يواصل رغم انفه، معناتها رغم هو رافض؟ سيدي احنا في كل انا نذكر توانسة انه احنا في مؤتمرنا التاسع، يعني رغم سنوات الجمر وسنوات المنع، مؤتمر اول مؤتمر حقيقي. اي انا عارف، انا حبيت اقول لك حتى في الاخرى ما فهمش مؤسسات الحركه منصور اللي تحكي عليه، لا عمره كان عندنا مؤسسه شوريه منصبه على الاطلاق. في السنوات الاولى، السنوات الاولى كنا الثلثين يقع انتخابهم والثلث يقع تسميته من شكون؟ مش من الرئيس، من المنتخبين هذوك نفسهم. هما اللي يكملوا الثلث الاخر باش يدخلوا بعض الطاقات وبعض الكفاءات. اذا هذا قاعده، واحنا تو ولينا في دوله ديمقراطيه، فالديمقراطيه باش تتعزز داخل الحركه. علما انه انتم راكم تابعتوا المؤتمرات، عشرات الالوف من اللي شاركوا في المؤتمرات المحليه ثم افرزوا مؤتمرين للمؤتمرات الجهوية، وإحنا في مؤتمرنا العام شكونه في حدود 1100، فبالتالي هو مؤتمر كبير فعلا، لأنه للأسف قبل كنا بضع مئات، الآن زدنا تجاوزنا 1000. إحنا آخر مؤتمر عملناه كنا 270. الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية سيد الوزير، إنه أي حزب في الحكم يعني يجيوها برشا مخرتين. هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن إحنا قادرين باش نميز بين الناس اللي جاية في البلدان. تدخل في النفوس سيد الوزير. لا لا ما تدخلش في النفوس، ولكن أولا في القيادة باش نعمل بعض المقاييس، لأنه فعلا حركتنا حركة مناضلة، والنضال معناها يلزم كذلك يظهر في هذا المؤتمر، وبالتالي ما نشفش نحل الأبواب معناها بشكل مش يكون فيه ديمقراطية، هذا لا جدال فيه، ما فيش كل شيء يقع بالتسمة، كل شيء باش يقع بالانتخاب. على ذكر الشيخ راشد الغنوشي، احنا في مؤتمراتنا السابقة خلاف ربما لبقية الأحزاب ما عناش ترشحات، ما يجيش واحد يقول أنا نترشح للرئاسة ولا أنا نترشح، يقع بالاقتراح، يعني أنا نقول سي فلان قادر يكون بالمهمة هذه سواء في المجلس الشورى أو غيره. علاش؟ لأنه في التراث الإسلامي ما يلزمش المسؤولية نعطوها لمن يطلبها، وبما أن حركة إسلامية حركة معناها بمرجعية إسلامية، انا نقول هذا المعنى مازلنا محافظين عليه، صحيح ونتي تونتي باش نحيه ونخلي الناس تترشح، ولكن رجعنا شويه للاصل وقلنا خلي اي واحد يرشحوه غيره. معناتها سيد الوزير سامحني هذا المثال، معناتها اللي ناجد بن علي ترشح 2014 معناتها بخلفيه اسلاميه، معناتها لا لا لا, لا هو قاعد وما نشوف شيء المناجده شيء، ما قلتش مناجده ترشيح، انا مش نحكي على انا مش نحكي على راجل الغنوشي، انا نحكي بشكل عام ينجدوه ناجد بن علي يرشح روحه، ما فيش مناجده فيه اقتراح. احنا نفتح القائمه، نفتح القائمه ترشيح للترشح به شنو سيدي لمجلس الشورى، فعوض نقول انا محمد بن سالم نحب نترشح لمجلس الشورى، وانا راني ما شاء الله وراني دماغي كبير وراني عندي تجربه وراني شديت وكذا، هذاك قلنا لا، احنا انا نقول نرشح سعلي العريض مثلا، لانه سعلي العريض ناضل وكذا وعنده مواقف، انا نرشح. وهذه تقليد، انا احسب انه تقليد محمود، تقليد معناها وفي للتراث الاسلامي، واحنا حافظنا عليه تو سامبلومون. هو كل اللي سامحني في اضافه صغيره، تقريبا جل اذا مش كل اللي يقع ترشيحهم في العاده كانوا يتمنوا ويقولوا اما ظروف الصحيه ولا ظروف الشغل ولا ظروف كذا، اسمحوا لي كذا، وفي حالات عديده نقولوا ما فيش اعتذار، كل اللي يقع اقتراحهم إذا اختاروه إخوانه، إذا اختاروه يلزمهم يلزم يتحمل مسؤولية، وكل الناس عندها ظروف قد تمنحهم من تحمل مسؤولية، ولكن اللي يقع اختياره يلزم هو لها يلزم يقوم بواجبه. أما سيد الوزير هل ترشح واحد ولا معناتها ترشيح يكون واحد ولا اثنين ويدخلوا في منافسة؟ إذا نعطيك هو المؤتمر سيد نفسه، إحنا في المؤتمر الأخير رشحنا ستة وعملنا
معناها بليزور ايتاب يعني مرات عديده، من سته خلينا ثلاثه، ومن ثلاثه خلينا اثنين، ومن بعد من الاثنين اخترنا واحد. فاحسبوا هذا تقليد كذا، ولكن ما نقدرش نفرض على المؤتمر، ولكن احسبوا انها باش تكون على ثلاثه دورات، معناها باش نرشح كل القائمه، القائمه هذيك نختاروا منها سته، ومن بعد نختاروا ثلاثه، ومن بعد نختار هذا ما عملناه قبل، ومن بعد يبقوا اثنين نعملوا تصفيه بين الاثنين. هذا اللي دأبنا على العمل به سابقا، وهو فيه تحري كبير، معناها باش نختاروا اللي فعلا عنده اغلبيه في المؤتمر. تو لو كان الناس الكل تقول السيد راشد الغنوشي باش يواصل، معناتها قد معناتها ما فهمش الناس الكل هنيك ما فهمش الناس الكل هاو سيد الوزير تو بالوقت، معناتها هل تكون عمليه شبه صوريه، معناتها انه نعرفوا في الاخر سيد راجل غنوشي هو اللي باش ياخذ رئاسه. انا اكد لك حتى مؤتمر ما كان في ذهننا انه بالضروره فلان الفلاني هو اللي باش يطلع. انا قلت لك المره الاخيره صار سته اي وبعد ثلاثه وبعد اثنين وبعد واحد، وانا سالت قلت لك كانها صوريه الحكايه، لا ما هيش صوريه، ما هيش صوريه بدليل هالتمحيص الكبير هذا، مش فقط برفع الايدي، لا لا، انتخاب سري بالاوراق، فهمني؟ وهذا دائما عليه، دائما انتخاب سري بالاوراق والتمحيص على ثلاثه دورات. ربما المره هذه ناخذ نفس الطريق، وما اظن ان باش نمشي باي طريقه اخرى كما يتصور البعض انه برفع الايادي او شيء من هذا القبيل، هذا ممنوع عنا على الاطلاق. واحنا حتى في مؤسساتنا الحاليه الان، حتى في انتخاب الوزراء اختيار الوزراء كان بهذا الأمر، كان بأوراق سرية، وكنا نعمل مرتين ثلاثة على نفس المنصب. واضح. بالنسبة لوزراء النهضة تحكي، النهضة تتكون من المتشددين والمنفتحين، أنت من أي تيار سيد الوزير؟ انت ساعه بديت اطلاقا انه هذه كما ربي واحد يعني، لا 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 يقال معناتها يقال هذيك ديما، لكن يقال هذيك انا مش موافق عليها اصلا. احنا فينا اختلافات عديده، وفي نفس الموضوع تلقى شق معاه وشق ضد وكذا، بدون ما تكون هناك وضوح ولا قسمه بين متشددين وكذا. انا محمد بن سالم كما يعني قسمه معنويه، ماهيش يعني ماهيش رسميه، معناتها انا متشدد. انا بصراحه ما شفتش، نلقى ناس مثال اللي عندهم صبغه مشايخ الحركه، عندهم صبغه دينيه، يفاجئوك في مواقف، ساعات ياخذوا مواقف يعني باش نسميها متفتحه جدا، باش نسميها متفتحه جدا من الاسلام اللايت مثلا. وبالتالي صدقني هالقسم هذه بالشكل اللي في اذهان الناس، هذه النمطيه اللي حول العالم اللي سقف النهضه، ماهيش موجوده على الاطلاق. واضح. اما هل من المرشحين باش يكونوا من الشباب معناتها؟ طبعا اكيد طبعا، انا اقول الترشح موجود، وهل الميل للتشبيب موجود. ثم الشباب ما شاء الله يعني وقع انتخاب مجموعه كبيره، فبالتالي اكيد مش يكون عندهم وزن سواء في التصويت او كذلك في الترشح. باش يكون عندهم وزن في التصويت والترشح. سيد محمد كذلك المرأة باش تكون حاضرة اكيد، خاطر يقولوا انه الانتخابات هذه مهمة برشا، عيون العالم الكل معناتها مدارة باعتباره الحزب الاغلبي في تونس، لازم يوري ويظهر برشا ديمقراطية ليطمئن، حتى يبعث رسائل طمئنة للناس انه نجم يدير البلاد بديمقراطية.